واحد يقول ما الفرق بين الإدانة والغير على الكنيسة؟ وهل إذا انتقدت ملابس الفتيات داخل الكنيسة تحسب غير أم إدانة؟ انت ما تبصش للبنات اللي داخلين جوه الكنيسة بيلبسوا ايه، ولا تقعد تشوف الملابس دي تشمع المستشفى. خليك في حالك، خليك ايه في حالك. الإدانة غير الغيرة المقدسة. الغيرة المقدسة تشمل المبدأ، والإدانة تشمل الشخص. يعني أنت زي ما قال الكتاب غير بيتك كده تغار عن الكنيسة، لكن ما تركزش على أشخاص معينين وتقول دول غلطانين في كذا وكذا وكذا. خليك تتكلم عن المبادئ مش عن الأشخاص. وطبعا اللي بيسلك بهذه الطريقة ان يهتم بالمبادئ وليس بالأشخاص ما بيقعش في خطيئة.